القماش. مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، اتجهت الدول لاستخدام الكمامات كوسيلة إضافية للحد من انتشار العدوى في المجتمع. عشان كده بتنصح منظمة الصحة العالمية بلبس الكمامة غير الطبية كوسيلة إضافية للوقاية من العدوى. الكمامة هتساعد إنها تعمل حاجز بينك وبين اللي حواليك، فتحميهم وتحمي نفسك. وافتكروا دايما ان لبس الكمامه مش بديل ابدا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وغسل الايدين. مواصفات الكمامه غير الطبيه انها بتكون مصنوعه من القماش، ولازم بتتكون من 3 طبقات. الطبقه الخارجيه لازم تكون مضاده للميه، الطبقه الداخليه لازم تبقى من ماده بتمتص الميه، والطبقه اللي في النص بتبقى عباره عن فلتر. قبل ما نلبس الكمامه لازم نبص على الكمامه كويس جدا عشان نتاكد انها سليمه ونظيفه، ولو مش كده ما نلبسهاش. لازم نغسل ايدينا كويس بالميه والصابون او نطهرها بالكحول لمده من 20 ل 40 ثانيه. واحنا بنلبس الكمامه لازم ناخد بالنا انها تبقى مغطيه الانف والفم والدقن بشكل محكم، بحيث ان ما يبقاش في فراغ ما بينها وما بين الوجه. وخليكم فاكرين ان ما ينفعش ان احنا نلمس الكمامه من بره واحنا لابسينها علشان ما نلوثش ايدينا، ولو ده حصل لازم نغسل ايدينا كويس بالميه والصابون او نطهرها بالكحول. ازاي نقلع الكمامه؟ قبل ما نلمس الكمامه لازم نغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون او نطهرها بالكحول. واحنا بنشيل الكمامه لازم نسحب الكمامه بعيد عن وشنا ونشيل الرباط او الاستك من ورا الراس او الاذن، ومن غير ما نلمس الكمامه من بره. وطبعا ما ننساش ان احنا نغسل ايدينا او نطهرها بعد ما نقلع الكمامه. لازم ناخد بالنا ان كل واحد يبقى ليه الكمامه القماش الخاصه بيه وما يبقاش بيشاركها مع اي حد تاني. لو الكمامه بتاعتك لسه كويسه ومش مبلوله ومحتاج تستخدمها تاني، خلي دايما معاك كيس بلاستيك مقفول تشيل فيه الكمامه بعد ما تستخدمها. لازم نغسل الكمامة القماش كويس جدا على درجة حرارة عالية بعد استخدامنا ليها في نهاية كل يوم بالمية والصابون. وطبعا بنأكد ان الكمامات لوحدها مش كفاية ابدا علشان نحمي الشخص او اللي حواليه من عدوى الكورونا. لازم نحافظ على مسافة متر على الاقل ما بيننا وما بين اي حد تاني، وطبعا نداوم على غسل الايدين بالمية والصابون او تطهيرهم بالكحول باستمرار. الالتزام باداب الكحة والعطس بانك تتني كوعك وتكح او تعطس فيه أو في منديل ورقي وتغسل إيديك كويس بعد ما تتخلص منه في سلة المهملات، ويفضل إنها تكون مغطاة. لازم نبعد تماماً عن لمس وشنا أو عينينا وإحنا لابسين الكمامة. وبكده تبقى بتحمي نفسك وبتحمي كل اللي حواليك.